في هذه المنطقة الجبلية بئات بويوسف بتيزي وسو، اختار السيد علوش خوض غمار الاستثمار في تربية الدواجن، لكن هذا المشروع مهدد بالفشل بسبب ضعف التيار الكهربائي وعدم تحمل المحركات لهذا الضغط، مشكل كبد صاحب هذه المستثمرة خسائر فادحة. نسالي بروبليم لي موتور لا بروف هانت غادي لي موتور ثلاثة فمدي حرق يون نهكدا كاميون النيطوايين يحرقوا موتور يسميس الموتور هيك يسالين لو بارو طابين حرقا ثورا كانت فهمت الطومبيل بدا هنا بولاي مازال النيطوايين زرق لي لي موتور اي تو زرا لا شغل هيك مي لي ريباراتور قالني دا جعفر يا بروبليم ديليكتريسيتي خامي صعب المشكل ديال التريسيتي لي موتور هيك يحرق سي با نورمال او ليو دافوار 220 لا فاز نو فار 190 180 192 لا فاز الموتور تشعل هذه يحوم بون سا دي بون شهر 15 يوم هذه حرق الو تران كيني تريسيتي كاكي سي تان فوازان تي ديفك ثلاغ الفوازان كاك قرية داين مقرم كذا رجل البروبلامينك. رغم النداءات المتكررة لا يزال المشكل قائما لأكثر من 6 سنوات، فكل الأبواب موصدة في وجه هذا المستثمر. اليوم يناشد أعلى السلطات للتدخل وإنقاذ هذه المجنة من شبح الإفلاس والبطالة. شتبغى البليدة، شتبغي الوالي، شتبغي شاف الدائرة، شتبغى إلى ديركسيون تيجي وزو، مش بغا ثفرات سي المير ولا أنت سي دافيد بغا سلا كوبيني يدم ديميديا تيساوداس، الديركتور أسي قار أنوالي أنوالي مي ناريان في. لا اشتي نشكتاج ويا شوا ديال بوندين اين نبغى نسنان نيض مي لا لا غايب اتسنان نيض اتسكاض وقولنا يغدي زين وزمان دار اتافونس وزمان دار اتسكاض بلي شويه قد سنان نيض مي وقولني لان ذوي ذاك كي تفيريني ثولا يمكن يدفك انتريسيتي لي نورم خاق يساوني لنا اشاك فوا موتور ما يطفاش ما يطفاش يحط في شهر النفس يقد تعاود تخدم معايا كاين لي موتور تريبارا لي موتور اشاك فوا مليون مليون 200 انا ماذا مليون 300 موتور هذه تاع هذا لا تصلك لا مير وكاين دار بوندين. حاولنا الاتصال بشركة سونالغاز المحلية للاستفسار حول هذا الملف، لكن كان الرد سلبيا بداعي أن المشكلة يتعدى الوكالة، وعلى هذا الحال تبقى مستثمرة علوش تقاوم لوحدها من أجل البقاء وتتكبد خسائر كبيرة، رغم أن توجيهات السلطات العليا للبلاد تدعم الاستثمار والمستثمرين في